يلتحق بنا من المركز الإعلامي للقمة زميل حسن خواجي. حسن، مساء الخير وأهلا بك. بودي أن تضعنا في الصورة بعد انطلاق القمة الخليجية 39. أهلا سالم، أهلا بك وبالمشاهدين الكرام. نعم، كما شهدنا معا وشاهدنا سوية بدء أعمال هذه القمة 39 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بدأت هذه القمة بجلسة افتتاحية ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود كلمة، خلالها أكد على أن مجلس التعاون قام لتعزيز الأمن والاستقرار والنماء كذلك للمواطن الخليجي، وأكد الحرص على صيانة كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وقال بأن الإرهاب يهدد أمننا العربي والإقليمي كذلك، بالإضافة إلى الخليجي. النظام الإيراني لا يزال يرعى الإرهاب ويهدد ويتدخل في دول المنطقة، وأن القضية الفلسطينية تحتل مكانة كبيرة وتبقى في صدارة اهتمامات المملكة العربية السعودية. ناشد كذلك دول العالم للتدخل وإنقاذ أو اتخاذ كذلك تدابير لحماية الشعب الفلسطيني، وأكد على أن دول التحالف تواصل دعمها للحل السياسي في اليمن حسب قرار مجلس الأمن رقم 2216، وشدد كذلك على العلاقات الاستراتيجية مع العراق الشقيقة. نحن بانتظار صدور البيان الختامي لهذه القمة 39 وكذلك بدء المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بعد انتهاء أعمال هذه القمة. سنكون معك سالم لحظة بلحظة. نعم، زميل حسن خواجي مفد الإخبارية من المركز الإعلامي للقمة، شكرا جزيلا لك.